محاولات مبكرة في الثمانينيات، أعمال مهمة في التسعينيات، شهرة وحصاد في فترة الألفين. نتحدث طبعا عن سيروس، المنتج الموسيقي البحريني ومطور الموسيقى الخليجية. سيروس يعتبر أن انطلاقته الحقيقية كانت من سندباد أو مع سندباد الأغنية العربية راشد الماجد أبو طلال، وتحديدا عبر ألبوم مشكلني في أول الألفينيات. فلنتابع. مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني، واتعبني قلبك مع الحساد اتعبني. يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. وفي عام 2000 تم اختياره من قبل شركة ياماها العالمية كمطور ومبرمج معتمد لتطوير كل الألوان الموسيقية الخليجية في الأورج الشرقي. سيروس أول صانع للأغنية الخليجية، أنتج وطور موسيقى لمسرحيات وأعمال تلفزيونية مهمة منها طاش مطاش، وبعد ذلك طبعا له أعمال مثل عمل حديث مع فنان العرب محمد عبدو عبر أغنية، شو الأغنية؟ اكتب لها حرف، هذه الأغنية.